نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة البوبسطيون بمنطقة أثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة. سر جديد تبوح به منطقة سقارة الأثرية بعد كشف أثري جديد لأكبر وأول خبيئة تماثيل برونزية بواقع 150 تمثالا ذهبيا بمقبرة بوبسطين التي تعرف بمقبرة الحيوانات المقدسة، بالإضافة ل 250 تابوتا خشبيا ملونا يحتوي على مومياوات بحالة جيدة من العصر المتأخر. تم الكشف عن أكبر وأول خبيئة تماثيل برونزية في منطقة سقارة، 150 تمثال بيرجعوا للعصر المتأخر، بنتكلم على حوالي 2500 سنة عمر تقريبا. ما بين التماثيل دي لينا تمثال لإيم حتب، إيم حتب ده المهندس المعماري اللي بنى هرم زوسر المدرج، اللي نقل العمارة من الطوب اللبن للحجارة، مهندس في منتهى الأهمية، أُلِّه في العصور المتأخرة وأصبح إلها للطب. بعد أسابيع من الكشف عن هذه الخبيئة تم الكشف عن بعض آبار فيها مجموعة متميزة جدا من التوابيت الخشبية الملونة بداخلها مومياوات، بنتكلم على 250 تابوت. احنا هنا بنعلن عن كشف أثري لخامس مرة في جبانة الحيوانات المقدسة اللي احنا الحمد لله ولينا الشرف البعثة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام مجلس الأعلى للآثار، قدرنا نغير اسمها من جبانة البوبسطيون لجبانة الحيوانات المقدسة بعد الاكتشاف الهائل اللي أذهل العالم لمومياء شبل الأسد ومومياء حيوانات كتير جدا في الخبيئة. كمان قدرنا نعلن عن مقبرة النبي الوحدي، حاجات كتير أذهلت العالم. المرأة المصرية القديمة كان لها نصيب من هذه الاكتشافات، فقد تم العثور على فيترينة من الدولة الحديثة بها العديد من أدوات الزينة الخاصة بالحياة اليومية للمرأة، بالإضافة لتمثالين خشبيين للآلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات ومجموعة من التمائم، فضلا عن اكتشاف بردية بحالة جيدة داخل أحد التوابيت وتم نقلها للمتحف المصري بالتحرير. كل ترميم بيبدأ من فترة الكشف عن القطع الأثرية باتباع بيبدأ نعمل زي ما قلت لكم ان احنا بنعمل إسعافات أولية، اتدخل اشوف المشكله اللي موجوده في كل قطعه على حده مشكلتها ايه، وبالتالي ببدا احدد لكل قطعه علاج، خطه علاج بتختلف تماما عن من قطعه لقطعه. تم الكشف عن تمثالين ضخمين من الخشب ملونين أوجه مذهبة للإله إيزيس ونفتيس كأشهر نائحات في التاريخ الحضارة المصرية القديمة. تم الكشف عن خبيئة من البرونز، حوالي 200 قطعة من البرونز لتماثيل متعددة وأشكال وآلهة مختلفة أشارها الإله أوزير وتماثيل القطة باسطت. تم الكشف عن مجموعة من القطع الأثرية الخاصة بالسيدات اللي هي خاصة بالزينة بتاعتهم، من ضمنها قطع من الخشب مشط خشبي لتسريح الشعر، مرآة من البرونز لرؤية الوجه، مكاحل ومراود سواء من البازلت أو من البستر تحوي مواد الكحل، بالإضافة إلى بعض أدوات الزينة من الحلقان والغوايش التي كانت ترتديها المرأة المصرية القديمة. هذه الاكتشافات تعود للعصر المتأخر ما يقرب من 2500 عام، وذلك ضمن أعمال موسم الحفر الرابع للبعثة المصرية التي بدأت العمل بالحفر في منطقة سقارة منذ عام 2018، وسيتم نقل هذه القطع الأثرية للمتحف المصري الكبير وبالتحرير أيضا بالتزامن مع خطة الدولة في بناء المتاحف الجديدة. كشف جديد يضاف لسلسلة الاكتشافات داخل أهم المناطق الأثرية في مصر، لتؤكد هذه الاكتشافات أن الحضارة المصرية القديمة غنية بالكنوز الأثرية والسياحية التي سطرت مجدا جديدا لحاضرنا وجعلت مصر موقعا تراثيا عالميا. محمود جميل، التلفزيون المصري.